هناك صلوات تعتبر بالصلوات المطلقة، بالصلوات المطلقة يعني ليس لها وقت محدد، تصلي متى ما شئت وعلى ما تشاء من عدد الركعات مطلقة دون تحديد، دون تحديد. هذه الصلوات المطلقة هنا لك أن تصلي في أي وقت إلا في أوقات محددة لا يجوز لك أن تصلي فيها هذه الصلوات. متى؟ من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وبعد الارتفاع كما سبق يبقى ثلث ساعة، يعني من بعد صلاة الفجر إلى هذا الوقت لا يصلي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني وبعد الطلوع لا بد أن تنتظر حتى ترتفع ما يقرب من ثلث ساعة، هذا لا تجوز الصلاة فيه. وقت آخر حين يقوم قائم الظهيرة كما عند مسلم، يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة امتنع عن الصلوات. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، لما في الصحيحين: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ما هي الصلوات المطلقة؟ كمثال مثلا أنا جالس مثلا بعد المغرب صليت ركعتي المغرب السنة، فقلت أحببت أن أصلي فلي أن أصلي مثلا بعد الظهر أردت أن أصلي، يعني صليت السنة الراتبة بعد الظهر فأردت أن أصلي إلى العصر، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، هذه هي المطلقة. لكن لو أنك بعد الفجر صليت الفجر وجلست قلت سأصلي ركعات من باب التطوع المطلق، نقول لا ما يجوز. لما؟ لأن هذا الوقت منهي عنه. مثلا وهو جالس قال قبل الظهر، قبل أذان الظهر بعشر دقائق وما شابه ذلك سأصلي، نقول لا هذا وقت منهي عنه. بعد العصر كذلك. أما ما عدا هذه الأوقات فلك أن تصلي ما تشاء، وهذا ما يسمى بالتطوع المطلق. اللهم لو أتيت مثلا بعد الفجر، بعد الفجر بعدما صليت الفجر أتيت إلى المسجد تصلي تحية المسجد، هذه لها سبب، هذه لها سبب، يجوز في الأوقات المنهي عنها. مثلا أنت طفت مثلا سبعة أشواط، بعد الطواف تصلي ركعتين، لو صادف طوافك مع هذه الصلاة وقت نهي يعني بعد الفجر أو بعد العصر أو حين يقوم قائم الظهيرة فصلي، لأنها ذات سبب. أما ما ليس بسبب فإنه لا يصلى في هذه الأوقات المنهي عنها.